السلام عليكم متابعين الأفاضل. اليوم وبعد نجاح سلسلة الجانب المظلم، اليوم سنقدم لكم قصة حقيقية دموية. بطلها سفاح وسيم قتل 40 فتاة ثم مارس الجنس مع جثثهن بكل وحشية. وقبل أن نبدأ، وكما عهدتمونا، أطلب من ذوي القلوب المرهفة ترك الفيديو هنا لأنه لا يناسبهم. على العموم، هيا بنا لنبدأ. قصتنا اليوم عن السفاح تيد باندي، الذي عرف بوسامته ومظهره الجميل الذي جعل ضحاياه من السيدات يقعن في غرامه بكل سهولة. بل الأكثر من ذلك، كانت تتهافت عليه الفتيات من كل حدب وصوب. وهذه الصفة جعلت من تيد باندي مختلفا عن باقي السفاحين الذين غالبا ما تكون وجوههم قبيحة جدا. وبدأ تيد باندي بسفك دماء النساء، بالخصوص بعدما اكتشف أنه ابن علاقة غير شرعية، وبأن والديه اللذان كان يعيش معهما هما بالأصل جده وجدته وليس أبويه، وأن أمه الحقيقية هي أخته التي عاش بجوارها على أساس أنها شقيقته. وهو ما تسبب له بحالة كراهية للفتيات والنساء. ومع مرور الوقت، بدأ تيد باندي يستدرج ضحاياه من الفتيات المراهقات التي كانت أعمارهن تتراوح ما بين 18 و 22 سنة، حيث كان يتظاهر بأنه رجل شرطة يعرض عليه من مساعدة لتوصيلهن إلى وجهاتهن. وأحيانا كان يتظاهر بالإصابة بأحد ذراعيه أو الإعاقة، ويصطاد ضحاياه من المناسبات الاجتماعية. وارتكب تيد باندي أولى جرائمه عام 1974 عندما عثرت الشرطة على جثة ليندا. ليندا كانت طالبة شابة بكلية القانون جامعة واشنطن، فعندما استيقظت زميلتها صباحا ودخلت غرفتها لم تجد لها أثر، فظنت أنها ربما قضت ليلتها خارج المنزل، لكن والديها اتصلوا وأبلغوا عن اختفائها. فتوجهت الشرطة إلى منزل ليندا وبدأوا بفحص الغرفة، وهنا كانت الصدمة كبيرة على أسرة ليندا، حيث وجدت الشرطة بقع دماء على سريرها، وحينها أيقنوا أنهم أمام جريمة خطف. ولم يمر على هذا الحادث شهور حتى فوجئت الشرطة الأمريكية باختفاء دونا. دونا كانت طالبة شابة في مقتبل العمر، خرجت من منزلها في هذا اليوم المشؤوم لحضور حفلة جاز في مركب جامعي، ولم تشاهد بعد ذلك. والصدمة أن الشرطة الأمريكية توصلت ببلاغ آخر باختفاء سوزان. سوزان كانت تبلغ من العمر 18 سنة، وجاء اختفاؤها الغامض بعدما ذهبت لمشاهدة فيلم سينمائي ولم تعد بعد ذلك. وبالرغم من تزايد حالات اختفاء الفتيات اللواتي كان معظمهن طالبات، إلا أن الشرطة الأمريكية عجزت عن كشف لغز تلك الحوادث، حتى زادت بشكل كبير في أوائل شهر أبريل من عام 1974، عندما اختفت 4 فتيات في زمن متقارب ولم يتم التوصل لهن، مما أثار الرعب بين المواطنين. وحينها أيقنت الشرطة الأمريكية أنها أمام قاتل متسلسل حر طليق. وبعدها استطاع الأمن ولأول مرة أن يجمع بعض خيوط الجريمة، حيث أكد عدد من الشهود الذين تزامن وجودهم في مواقع جريمة خطف فتاتين، وأجمعوا أنهم شاهدوا شابا وسيما ذو شعر بني ويضع جبيرة على يده اليمنى،
وكان يطلب المساعدة من الفتيات لإنزال قارب شراعي من سيارته الخاصة. وهنا أيقن الأمن الأمريكي أنه أمام قاتل كل ضحاياه من الفتيات الشقراوات وطالبات أعمارهن تتراوح ما بين 18 و22 سنة. وبعد مدة من الزمن وبالصدفة طبعا، سقط تيد باندي في قبضة الشرطة عام 1975 عندما استوقفته الشرطة الأمريكية أثناء سيره بالسيارة لعدم تنفيذ الأوامر بالتوقف وبتفتيش سيارته. كانت المفاجأة الصادمة. عثروا بسيارة تيد باندي على قناع وعتلة وتذكرة لدخول حلبة التزلج بنفس المنتجع الذي وجدت فيه جثة كارين التي كانت شابة من إحدى ضحاياه، وهو ما جعل الشرطة تلقي عليه القبض وتستجوبه. وهنا كانت الصدمة أكبر من سابقتها. اعترف السفاح الأمريكي تيد باندي بأنه كان يمارس الجنس مع ضحاياه بعد قتلهن، وقد برر جرائمه بأنه مهووس بالصور المثيرة والإباحية، حيث كان يستدرج ضحاياه بالتظاهر بأنه مصاب في يده، وفي بعض الأحيان يدعي بأنه رجل شرطة أو رجل إطفاء. وبعد استدراج الضحايا إلى سيارته يقوم بضربهن بفرش على رأسهم، ثم يعتدي على الضحايا جنسيا. كما اعترف تيد باندي أيضا بأنه كان يزور ضحاياه عدة مرات ويقوم بوضع مساحيق التجميل على ملامحهن ثم يمارس معهن الجنس. وفي عام 1989 انتهت قصة السفاح الماكر تيد باندي بعدما حكم عليه بالإعدام على كرسي كهربائي على خلفية إدانته بـ40 جريمة قتل.